خلال الحلقة. الخبر الخامس معانا النهاردة عن صورة تم تداولها بشكل كبير جدا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان الإنسانية ستنتصر حتما. الخبر بيقول ان في شرطي هولندي اسمه أرلد مارسي اعتقد تمدد على الارض لمدة تلت ساعة بجوار سيدة محجبة لحمايتها من اي سيارة مسرعة بعد ان تعرضت لحادث سير، حتى وصلت سيارة الاسعاف وقام بوضع ساقه عشان تتمكن الست ان هي تبقى مسنودة عليها بالمنظر ده. طبعا العادي ان ده تصرف طبيعي جدا يا جماعة، هو ده اللي المفروض يكون عليه، لكن من كتر ما نبرة، طبعا في حاليا دلوقتي نبرة شديدة جدا اتجاه المسلمين يمكن في الغرب والخوف منهم والقصص اللي هم عمالين يعملوها دي كلها، فاصبح انه شيء غريب جدا انك انت ممكن تلاقي شخص يتعامل بهذه الروح الانسانيه مع سيده مع مع مع, مع تنامي في نفس الوقت حده الهجوم عليهم في المجتمعات الغربيه. وعشان كده بنحط الكلام ده تحت الاضواء، او هم بره يعني بينشروا دايما الكلام ده لاثبات عكس ما يتم تداوله.